الشروط بعشرة تزوج اليتيمة الشرط الأول خوف لها إذا خاف عليها كافلها الضياعة بسبب فساد أهل الزمن هذه تزوج إذا خيف عليها فساد <applause> الزمن, عليها <applause> الزمن. عليها <applause> يعني 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 خوف لها مسدة عظيمة ووجدت كفءا وراه بعد خليل قالوا الكفاءة الدين إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وفي رواية الترمذي وفساد عريض كفؤ لها أيوة شرط الثالث ورضي الولي معناها رضي الولي بمن تقدم لها رضي الولي وشورت أنا لا بد كذلك من مشاورتها في هذا النكاح الذي يريد الولي أن يفعل لها وشورت وشور بعد مشورته القاضي معناها اذا كان في البلد قاض لا بد ان يشاور حتى يعلم بهذا الفعل وشورت وشور القاضي وبلغت عشرا من السنين معناها لا بد كذلك ان تكون بالغه وبلغت عشرا من السنين ومثلها يطأ حينا حينا هذه اذا هي الشروط التي تزوج بها اليتيمه ولها خليل قال لا يتيمه خيف فسادها وبلغت عشرا وشور القاضي والا بأن تزوج مع اختلال في هذه الشروط كلها أو بعضها معناها وجد بعضها وتخلف البعض ف ودخل الزوج بالزوجة فالنكاح على كل حال صحيح وإلا صح إن دخل معناها لا أن يدخل الزوج بالزوجة ويحصل طوله والطول مقدر بأن تلد ولدين غير توأمين ودخول طبعا لابد بد من الدخول ولا بد أن يحصل طول ما أن تلد ولدين غير التوأمين أو يمضي على نكاحها ثلاث سنين أو أربع أو أربع ونحن إن شاء الله تعالى سنتكلم إن شاء الله تعالى على من لا جبر لهم من الأولياء ولهذا بدأ الناظم رحمه الله تعالى في الولاية النسبية بقوله أن الإبن مقدم على الأب في نكاح أمه ومحل تقديم الابي على الابن محل تقديم الابن على الابي في نكاح امه ان لم تكن الام محجوره ولم يجدد الاب عليها الحجره فان جدد الاب عليها الحجره او كانت محجوره في حقها او لمصلحتها فالحاجر مقدم اذا محل تقديم الابن على الابي ان لم تكن الام محجورة ولم يجدد الأب عليها الحجرة فإن جدد الأب عليها الحجرة أو كانت محجورة فالأب طبعا مقدم عليه ولهذا قالوا وقدم ابن وهذا حيث كان ابنها المباشر بل ولو سفل معناها ولو ابن ابنها أو ابن ابن, ابن, ابن ابنها إلى آخره معناها يقدم الابن مطلقا وإن سفل فهو إذا مقدم على الابن فإن لم يكن لهذه المرأة ابنا يقدم ابوها والمراد بالاب هنا الاب الشرعي ليخرج الاب آه الذي خلقت من مائه الفاسد فهذا طبعا لا حق له في الولايه اذا ان لم يكن الابن موجودا يقدم ابو المراه في زواجها فان لم يكن الاب موجودا يقدم الاخ الشقيق معناها يقدم الاخ الشقيق في نكاحها فان لم يكن لها اخ شقيق يقدم الاخ لابن فإن لم يكن لها أخ لأب يقدم ابن الأخ الشقيق فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق يقدم ابن الأخ لأب فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب يقدم الجد يقدم الجد فإن لم يكن لها جد لم يكن لها جد في هذه الحالة يزوجها أحد أبناء عمها معناها يزوجها عمها الشقيق معناها عمها شقيق لابيها ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب فان لم يكن هؤلاء موجودون طبعا يقدم عليها السلطان لانه ولي من لا ولي له اذا هذا هو تقديمه ولهذا خليل قال وقدم ابن فابنه فاب فاخ فابنه وقدم الشقيق على الاصح والمختار فجد فعم فابنه الى اخر ما ذكره خليل رحمه الله تعالى ثم ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ترتيب الاولياء هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب منهم من قال بانه على سبيل الوجوب ومن راى بانه على سبيل الوجوب ليس للابي ان لم تكن الام محجوره او لم يجدد عليها الحجره ليس له ان يزوجها مع وجود ابنها وليس للاخ كذلك ان يزوجها مع وجود ابيها وليس للاخ لاب ان يزوجها مع وجود آه أخيه الشقيق الشخص. وليس للعم الشقيق أن يزوجها مع وجود جدي وهكذا هذا على القول بأن ترتيب الأولياء على, على سبيل الوجوب لكن المشهور والذي به الفتوى أن ترتيب الأولياء على سبيل الاستحباب فقط على سبيل الاستحباب فقط وخرجوا على هذا القول ما إذا زوج الولي الأبعد المرأة مع وجود وليها الأقرب زوجها الأب مع وجود الابن زوجها العم شقيق مع وجود الجد زوجها العم لابي مع وجود الأخ من رأى بأن الترتيب من باب الوجوب قال بفسخ النكاح ومن رأى بأن الترتيب ليس على سبيل الوجوب والمرأة ليست مجبرة قال بأن النكاح لا يجوز الإقدام عليه ابتداء ولكنه إن وقع لا يتعرض له بالفسخ ولهذا خليل قال وصح بأبعد ما أقرب إن لم يجبر لكن محل هذا إن لم يكن الولي الذي الاقرب مجبر مجبرة، اي معناها وصح بابعد ما اقرب ان لم يجبر ولم يجوز نعرف الشيخ محمد محفوظ رحمه الله عليه الشيخ العلامه يقول مهنة لي مهنة. لم يجوز ولم يجزي انه اللي عليه ما قال لي دائما خليني لين يجيب ولم يجوز دائما تعود معها ولم معناها لم يجزي ابتداء الإقدام عليه وعليه على... الإقدام عليه ابتداء ولا يجزي ايضا هكذا ولهذا قال وصح بابعاد ما اقرب ان لم يشبر ولم يجوز معناها لا يجوز الاقدام عليه ابتداء ولكنه ان وقع لا يتعرض له بالفسخ لا يتعرض له بالفسخ لان الذي فعل النكاح وهو موجود ليس بمجبر لانه ان كان مجبرا لا بد من فسخه لهذا خليل مازال لا يقول لنا وفسخ تزويج حاكم وغيره ابنته في عشر معناها اذا كان الاب موجود زوجها أخوها وزوجها عمها وزوجها الحاكم ولم يرضى الأب بذلك فالنكاح طبعا مفسوخ ما لم يرضى طبعا لأبو به أو يفوض لأحد هؤلاء بإنكاح المرأة إذا هذا هو ترتيب الأولياء ولهذا صاحب رسالة قال وإن يزوجها البعيد يمضي وإن يزوجها البعيد, البعيد يمضي ثم إنهم كذلك خرجوا على ما كنت أقول قولاً مهماً وهو ابن العم للمرأة ابن عمها هو ابن العم والقاضي والكافل والوصي معناها كل من له وصية على المرأة أو له كفالة عليها أو له سلطنة عليها كالقاضي أو نائبه أو ابن عمها يجوز له أن يتزوجها ويتولى طرفي العقد إجابا وقبولا لكن هذا خاص بابن العم أو بالكافل أو بالوصي أو بالقاضي أما ابن العم فخليل قال هو لابن العم ونحوه نحوه ذيك مدخلاش دخل الكافل ومدخل الوصي ومدخل القاضي إلا أن فقهاء المذهب كرهوا للكافل أن يزوجها لنفسه أو أن يزوجها لولده كما كره للقاضي كذلك أن يزوجها لنفسه أو أن يزوجها لولده وإن كان المشهور الجواز <applause> لها خلي قال ولي من العم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين معناها هي قالت له أريد أن أتزوج فعين لها نفسه وعين لها قدر المهر الذي سيبذل له لها في نكاحها <applause> في هذه الحالة يجوز له أن يتزوجها معناها يكون وليا لها ووليا عن نفسه يتولى الإجابة من جهته وليا عليها ويتولى القبول من جهة كونه زوجا وابن عم في نفس الحال لكن لا بد من الإشهاد على هذا النكاح وهل يفتقر هذا النكاح إلى عقد أو لا يفتقر عليه منهم من قال لا بد من عاقد يعقد بينهما ومنهم من قال لا يشترط لأنه إذا قال لها تزوجتك وقال قبلت في هذه الحالة يصح لكن لا بد من الإشهاد وإن كان الشيخ محمد بابا والعبيد رحمه الله تعالى في الميسر قال لا بد أن يكون هنالك عاقد يعقد هذا النكاح وأن يكون هنالك شهود ولهذا الشيخ العلامة محمد بابا واللمين حفظه الله تعالى قال وجائز و و و و و والزوج قال والزوج جائز له في العقد وجائز للرجل قال وجائز للرجل الموكل من جانب الزوج وجانب الولي أن يتولى الطرفين فيقول زوجته ونبت عنه في المقول ولا على جوازه قد دل أن النبي لهما تولى معناها تولى طرفين النكاح إيجابا وقبولا ولهذا قال كذلك الشيخ العلامة محمد باب اللمي أه ويتولى الطرفين معناها يتولى طرفي النكاح إيجابا وقبولا ويتولى الطرفين من قدم أن يتزوج بمهل بنت عم أن يتزوج بمهل بنت انوكلته بنت إن وكلته لكن محله هذا إن وكلته إن وكلته ثم عين لها معناها عين لها نفسه أو عين لها غيره وكّلته ثم عين لها ورضيت بأن يكون بعلها ومثله الوصي والمقدم والرجل الصالح حيث عتم ولهذا خليل قال ولابن العم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك بكذا وترضى ويتولى الطرفين ويتولى الطرفين اذا هذا هو ترتيب الاولياء قلنا بان الابن مقدم فان لم يكن الابن موجودا يقدم الاب فان لم يكن الاب موجودا يقدم الاخ الشقيق فان لم يكن الاخ الشقيق موجودا يقدم الاخ لابن، ثم ابناؤهما معناها ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لأبي ثم الجد ثم العم الشقيق ثم ابنه ثم العم لابن ثم ابنه وإن لم يوجد شيء من هذا فولاية عامة مسلمين فولاية عامة مسلمين إذا هذه هو ترتيب الأولياء وقد قدمنا بأنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ثم إن هذا الولي الذي نتكلم عنه شرط العلماء له شروطا شرط العلماء له شروطا والشرط في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فقد جاء اشراطها معناها جاءت علاماتها. اما في الاصطلاح هو جزء الماهيه الخارج عنها والذي تنعدم الماهيه بانعدامه. يقول العلامه سيدي عبد الله الحاج ابراهيم رحمه الله تعالى والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغه دليلها في المنتهج ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب ويقول بعض العلماء الركن ما في ذات شيء ولجا والشرط عن ماهيه قد خرج كلاهما بعدمه تنعدم ماهية الأشياء فيما رسموا ثم إن الولي كما قلت شرط العلماء له شروطا قال العلامة خليل في التوضيح وللولي ثمانية شروط ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما أما التي وقع في الاتفاق أولا لا بد أن يكون الولي ذكرا لا بد أن يكون الولي ذكرا فالمرأة لا يمكن أن تكون ولية فإن كانت ولية لا يمكن أن تتولى العقد على وليتها سواء كانت مصاة عليها او كانت كافله لها الى غير ذلك اذا الشرط الاول ان تكون المراه ان يكون الولي ذكرا ذكرا ولهذا ابن القاضي ابو محمد قال ولا يصح ان تكون المراه وليه في النكاح وابن يونس رحمه الله تعالى قال واذا كانت المراه لا تتولى عقد نفسها فحري ان لا تتولى العقد على غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 فإن دخل بها فلها مهر مثلها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له والحديث طبعا نخرجه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرج كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها الزانية هي التي تزوج نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والحديث كذلك رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وروته عائشه رضي الله عنها ورواه عمر بن الحصين معناها رواه جماعه من الصحابه اللي هو الولي معناها رواه ما يزيد على عشرين صحابيا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لابد بد شرط الاول ان يكون الولي ذكرا الشرط الثاني ان يكون الولي عاقلا الشرط الثالث أن يكون الولي حلالا معناها حلالا ليس بمحرم بحج ولا بعمرة وهذا في حق الزوج وفي حق ولي المرأة وفي حق وكيل الزوج معناها لابد لا بد أن يكون الولي سواء كان وكيل زوجي أو كان وكيل زوجتي أو كان وليا لهما لا بد أن يكون حلالا ولهذا خليل رحمه الله تعالى قال ومنع إحرام من أحد الثلاثة معناها منع الاحرام سواء كان بالحج او العمره احد الثلاثه معناها الزوج والزوجه ووليهما معناها ولي الزوج وولي الزوجه اذا لا بد ان يكون حلالا الشرط الرابع لا بد ان يكون مسلما لا بد ان يكون الولي مسلما في حق المسلمه وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالموافقه في الدين لان المسلمه اما ان تكون وليته مسلمه واما ان تكون كافره فإذا كانت وليته كافرة لا يجوز له أن يتولى العقد عليها لا يجوز له أن يتولى العقد, عليها لأن الله تعالى قال ما لكم من ولايتهم من شيء هذا في حق المسلم إذا كانت بنته العياذ بالله كافرة لا يمكن أن يكون وليا لها كذلك إذا كانت المسلمة لها أب كافر الكافر لا يمكن أن يكون وليا لها لا يمكن أن يكون وليا لها ولهذا لابد أن يكون الولي مسلما سليم. في حق المسلمة أما الكافر إذا كانت وليته كافرة كان كتابيا ووليته كتابية يجوز له في هذه الحالة أن يزوجها للمسلم وإن كان نكاح الكتابية فيه طبعا خلاف بين العلماء هل يجوز أو لا يجوز والمشهور طبعا أنه يجوز لأن الله تعالى أحل طبعا نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح أطعمتهم لكن الخلاف ذكره العلامة الشيخ محمد ضباب. لمين حفظه الله تعالى بقوله وحرموا ان تنكح الكافرة كفرا قد اجمعت عليه الملة الا الكتابية فالنكاح لها لدى هداتنا مباح اذا عن ارض الكافرين بانت وكرهوه ان هناك كانت وبعضهم كرهه في ارضهم ما ارضنا والندب وراي بعضهم اذا رجا اسلامها وامنا ميلا ميلا من اليها يفتنى والعلامه الشيخ محمد مولود الأحمد احمد فال عليهما رحمه الله يقول وكره نكح الكتابيات وفرتنا او لا تجوز هاتي وخليل قال والكافرة هذا عطف منه على ما يحرم على المسلمين الكافرة لا يجوز الإنسان إلا إذا كانت صاحبة كتاب سواء كانت يهودية أو نصرانية ولهذا خلي قال الكافر إلا الكتابية بكره وتأكد بدار حرب إلى آخر ما ذكره خليل رحمه الله تعالى إذن لا بد ان يكون مسلما في حق المسلمة. اما ان كانت الولية مسلمة وابوها كافر فالكافر لا يمكن ان يكون وليا لها. ولهذا خليل رحمه الله تعالى قال: ومنع إحرام من احد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه وزوج الكافر لمسلم وان عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج جميعا لا ولي إلا كهو وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى فيامره الحاكم ثم زوجوا بين عمي ونحوه يتزوجها من نفسه عينا بتزوجتك بكذا وترضى ويتولى الطرفين إلى آخر ما ذكره خليل رحمه الله تعالى هل بقي في الوقت متسع أم لا؟ لا يبدو أنه قد انتهى الحمد لله إذا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة في نهايته أشكر شيخنا الجليل الأستاذ الدرديري والبابا والمعطى على الشروح الوافية التي أتحفنا بها طيلة هذا اللقاء الممتع والشكر موصول كذلك للفريق الفني الذي أشرف على إخراج هذه الحلقة وللمشاهدين الكرام في كل بقاع العالم إلى أن يضمنا وإياكم لقاء قادم في حلقة أخرى تقبلوا تحايانا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته